الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى وحده، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي لا نبي بعده، ورضي الله عن آله وأصحابه الأئمة وعن من سار على نهجهم واتبع هداهم وهديهم وعلينا معهم ربنا إلى يوم الدين. العلم هو الأمر الإلهي العظيم الوحيد الذي أمر به صلى الله عليه وسلم أن يستكثر ويستزيد منه، فقال له ربه جل وعز: وقل رب زدني علما. هذا العلم الذي هو درجة عظمى من درجات الخير هو العلم النافع الذي يتقرب به صاحبه إلى الله، والذي يكون وسيلة إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. العلم يا أيها الأحبة شأن عظيم مهم في حياة جميع البشر على اختلاف مستوياتهم، وليس من الطبيعي أن يكون جميع البشر في سوية واحدة من مستوى العلم، ولكن لا ينبغي لعبد مسلم موحد لله عز وجل أن ينقص مستواه عن حد معين بحيث لا يدري من خلاله أوامر الشريعة في أحكام الطهارات والنجاسات مثلا، أو في أصول تلاوة القرآن العظيم، أو في معرفة أساسات من دينه وملامح عامة من تاريخه. الذي لا يكون عنده هذه الأشياء مقصر تقصيرا عظيما عجيبا في حق العلم والدين. اليوم بل وفي كل سنة يتكرر هذا معي أكثر من مرة، طلابي يقرؤون علي بعض الكلام يترجم الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، يترجم أي يتكلم عن حياته، ويسمى الكلام عن حياة الإنسان ترجمة. فقرئ قالوا: توفي في الكوفة سنة 50 للهجرة. فقلت: من يدري ما هي الكوفة؟ احنا ورؤوسهم هكذا. طيب، قالوا: شهد اليمامة واليرموك وكذا وكذا. من يدري ما هي اليمامة؟ لا احد يدري. قلت لهم: لعلها اغنية جديدة. فابتسموا. لو كانت اسما لأغنية جديدة لعل كثيرا منها من الناس شبابا وكبارا ورجالا ونساء فضلا عن أن يكونوا طلبة لعرفوها. ما هي اليمامة؟ لم يعرف أحد. ما هي اليرموك؟ لم يعرف أحد. بل مرة أكثر من هذا قال: أسلم عام الخندق. ما هو الخندق؟ أحدهم قال: هو حفرة في الأرض. صحيح يا ولدي، ولكن أين كانت هذه الحفرة في يوم من الأيام؟ هذا لا تبتسموا بالله عليكم، لأن هذا حال الكبار فضلا عن الصغار، حال أكثر المسلمين اليوم، لأن هذا الحال هو حال أكثر المسلمين اليوم. جهل بأصول دينهم، جهل بأساسات تاريخهم، جهل بعظمة حضارتهم، فضلا عن أن يكون جهلا بشؤون دنياهم. أنا أعرف ما يتعلق بالمكسب فقط، في مكسب بعرفه تمام 100% 200%، ما في مكسب على طرف. أصول دينك، طهارتك، نجاستك، قراءة القرآن ولو على أقل المستويات، شيء من تاريخك العام من حضارة الإسلام، لا أعرف شيئا، بل ولا أريد أن أعرف. وهو رجل وتلك امرأة وعنده أولاد وقد وهو متعلم، ولعل بعض هؤلاء يحملون شهادات أيضا، لا يعرف شيئا كما قلت، بل ولا يريد أن يعرف، لأنه لا يهمه. أيدر علي ربحا؟ لا. أيزيد من جاهي؟ لا. أيرفع من سطوتي؟ لا. لماذا أعرف؟ الأعجب من هذا أنني وأنكم ترون في نهاية كل عام دراسي في المزبلة في أماكن الأوساخ كتب العلم مرمية عليها.
أي علم من هذا؟ قال هذا علم لغة إنجليزية ورياضيات وفيزياء طيب وإن كان ليس علما أليس له قيمته؟ أليس بهذه العلوم التي تظنها لا قيمة لها تفوق عليك الغرب الكافر وركب على ظهر المسلمين؟ طيب إذا كنت أنت تجهل تاريخك وحضارتك وأصول دينك فكيف لك بعد هذا أن تهتم بأنواع العلوم كلها؟ كيف يرضى أب أو أم أن يأخذ ولده الكتب ثم يلقيها على المزبلة؟ بل الأعجب أن يأخذ الأب والأم بأنفسهم الكتب فيضعونها في المزبلة. هذه الأمة العظيمة التي أنزل الله أول كلمة في دينها اقرأ، والتي أمر نبيها بألا يستزيد مالا ولا جاها ولا سلطانا ولا قوة ولا أي شيء إلا من العلم، لا علاقة لها في كثير من الأحيان بالعلم وتعظيم العلم واحترام العلم وتكريم حملة العلم. شيء عجيب ما وصلنا إليه أيها الأحبة. وقد قلت من قديم ارتفعت سوية العلم في زماننا، لكن هذا الارتفاع نسبي وقتي فلا قيمة له ولا أثر له. قال كيف يعني؟ اليوم نحن في زمان لو نظرنا قبل 30 سنة أو 50 سنة لوجدنا عدد حملة الشهادات 10 أضعاف ما كان في ذلك الوقت، إن لم يكن 20 أو 100 ضعف. ولكن ما هو الحال الذي وصلنا إليه؟ في كل نواحي الحياة والعلم نفسه، في علوم الشريعة أيضا منذ مدة قريبة قلت لكم حفظة القرآن في زماننا أكثر بعشرات الأضعاف من قبل 30 أو 50 أو 100 سنة، بعشرات الأضعاف. ولكن أين نحن؟ نحن في الهاوية ولازلنا نهوي. لماذا؟ هذا نفسه الذي يعلم ولده القرآن في كثير من الأحيان. قلت لكم مرة وأذكركم بها، أنا حينما أذكر الخطأ فإنما أبتغي المعالجة، أن أعالج نفسي وتعالج نفسك من هذا الخطأ الذي أنا وأنت فيه، وليس القصد أن نذكر إنسانا بعينه أو شيئا بعينه، القصد أن نعرف الخطأ نشخصه كما يشخصه الطبيب لنعالجه. لأن بعض الناس نعم هذا واقع نريد أن نعالجه. بعض من يحفظ أولاده العلم والدين حتى ويحفظه القرآن لا يحفظه من أجل القرآن نفسه ومن أجل العمل به. جاري ابن جاري حفظ 5 أجزاء، يعني ابني قال منه؟ لا، ما هو قال منه، خيو بعته على الجامع يحفظ خلص. شغلة بروزة، لأني حتى في القرآن حتى في كلام الله أين هذا؟ هذا لا ينفع. فلتحفظ ما شئت، فليكن عندك من العلم ما شئت. وجاري إبليس حينها، إبليس عالم جليل إن كنت تريد أن تصفه بمثل هذا الوصف، لا يوصف هو بذلك، ولكنه عالم كبير، ولكن لم ينفعه علمه. ليست الغاية فقط في العلم، بالمقابل احترام العلم وتكريمه نابع من تعظيمه ومحبته والإخلاص فيه. ما نرى كما قلنا يلقي كتب العلم لا يلقي بالا له، لماذا؟ لأنه في الأصل لا يتعلم العلم للعلم أو من قبل ذلك لمرضاة الله بهذا العلم، ما يخطر ذلك في باله أصلا، ما يتعلمه إلا لدنيا يصيبها، حتى في أنواع العلوم الشرعية كما ذكرنا لدنيا يصيبها. هذا الانخفاض في شأن العلم أدى إلى انخفاض مستويات جميع الناس إلا ما رحم الله، كلما في كل وقت ينحدرون إلى أسفل وأسفل إلى أسفل وأسفل. ما الذي يجري؟ هذا مثلا أذكر على شأن حفظ القرآن، أنا أعرف هذا الذي حفظ مثلا أو غيره، كثيرون أمثلة كثيرة. طيب هو لا يأتي للجماعة لصلاة الجماعة وهو حافظ للقرآن، طيب لماذا لا تصلي الجماعة؟ والله بصلي في البيت. إذا كنت أنت حامل القرآن في صدرك تصلي في البيت،
وولدك يصلي في البيت وهو حافظ أيضا وهكذا، فما نفع هذا إذن؟ ما تأثير انعكاسه على حياتك؟ أما أهل شؤون الدنيا ومظاهرها فحدث عن علمهم ولا حرج كما أشرنا. يتعلم الطالب هذا العلم للامتحان، فإذا انتهى الامتحان فسلاما على هذا العلم ولا لقاء معه إلى يوم القيامة، وليحرق وليرمى في الزبالة وليكن ما شاء، لا قيمة له أصلا عنده. أنا أتعلمه لأحصل الشهادة، فإذا حصلت الشهادة حصلت الدراهم، فإذا حصلت الدراهم فعلى الدنيا السلام. هذه الأمة نهايتها الهاوية لا نهايتها الرفعة والعزة، ما دام العلم وهو أعظم الأشياء وأشرفها قيمته دنيوية، فماذا تبقى بعد ذلك؟ ما الذي تبقى؟ طعام وشراب؟ ما الذي تبقى؟ أأنت إنسان يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته؟ أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس بالروح لا بالجسم إنسان. هذا الذي وصلنا إليه من جهل عجيب يا أيها الإخوة يتراكم ويتراكب ويمضي ويمضي ويمضي، ولا أدري إلى أين سنصل. اليمامة، ما هي اليمامة؟ ينظرون هكذا، أبتسم أنا. هذه اليمامة هي التي استشهد فيها 70 رجلا من أصحاب رسول الله من حفظة القرآن فقط. اشتدت حملات مسيلمة الكذاب فقام حملة القرآن. الآن نتكلم عن الذي يعمل بهذا العلم ويفهمه حق فهمه ويتعلمه ليعمل به. نظروا إلى كثير من الناس يتراجعون، حملات قوية من قبل مسيلمة الكذاب وأصحابه، فقام حملة القرآن على رأسهم حذيفة رضي الله تعالى عنه، مو حذيفة ابن اليمان، عفوا أبو حذيفة. المهم، فقال بئس حامل القرآن أنا إن رجعت إلى الوراء، وتقدم فشق الصفوف وقاتل حتى قتل، ومن ورائه حفظة القرآن. استشهدوا جميعا لما رأى المسلمون هذا الصبر من هؤلاء الأبطال، تقدموا فاكتسحوا جيش مسيلمة الكذاب وكان 3 أضعاف المسلمين وانتصروا عليهم وقتل مسيلمة. اليمامة اسم مكان لا زال إلى الآن في أرض الجزيرة العربية كان يتمركز فيه مسيلمة الكذاب، وحصلت فيه تلك المعركة العظيمة بين المسلمين وبين المرتدين في عهد خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبقيادة خالد بن الوليد. وكانت هذه المعركة أحد أهم الأسباب في جمع القرآن العظيم. جاء عمر إلى أبي بكر: يا أميرا، يا خليفة رسول الله، ألا تنظر إلى من استشهد؟ فاستقرأوا فإذا 70 شهيدا من حفظة القرآن. قال: ما تريد؟ قال: نريد أن نجمع هذا القرآن بين دفتين، يعني مصحف كان القرآن موجودا عند فلان، صحائف أو آيات أو سور، والثاني عنده والثالث عنده، لم يجمع في المصحف. نتيجة هذه المعركة جمع القرآن بإذن الله تعالى وتوفيقه لهؤلاء الصحابة الكرام الأماجد في المصحف الشريف. هذه اليمامة. اليرموك، اليرموك لا تعرفونه؟ طيب بالجغرافيا مرشي اليرموك شو سما أخذنا؟ طيب تأخذوا إن شاء الله هون بالجنة بجهنم، استغفر الله. هذه طحالة المستويات التي وصلنا إليها. أذكر، لا أزال أذكر حديثا حدثنيه صديق لي، سافر من زمن طويل إلى الغرب ليدرس، وكان رجلا ولا يزال والله أعلم فيما أحسب وأظن محافظا على دينه منذ أكثر من 20 سنة. كان صديقا لي وكان يحضر عند مشايخنا وكذا، وخرج ليدرس بعض العلوم العامة. لما رجع أو راسلني بعد مدة، كان من جملة رسالته أنه كان يصعد إلى الحافلات يعني الباصات، فيرى النساء والرجال والأطفال في كثير من هذه الحافلات في الباص،
فاتحين كتبا يقرؤون. إن إحنا في البيت ما بفتح كتاب إلا المصحف برمضان إن شاء الله، وبرمضان إن شاء الله العظيم، غير رمضان إنا كتاب، صار عمري 40 سنة بدي كتاب، لا ما بدخل. أنت فهيم نوات ما كان 10 سنين لا إيش يصير بعد 40 كتاب، أنت زكي ما بده كتاب طاول، فهيم بدون شيء طاول. ما هذا، ما هذا الانخفاض والتراجع والبعد؟ هؤلاء غير المسلمين لا يضيعون وقتهم. قال إيه فاجرين، بعرف نعم، من قال أنهم ليسوا فاجرين وأنهم فاجرون وأنهم ضالون وأنهم منحرفون؟ نعم، ولكن نحن نأخذ ما حسن فيهم، أما فجورهم وضلالهم فنرده على أنفسهم. الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها، ننظر إليهم فنستفيد. يا أخي لماذا تضيع وقتك فيما لا منفعة فيه؟ سبحان الله. اليرموك نعم هو واد يمر في بلاد الشام ما بين فلسطين والأردن وسوريا، يمر فيه نهر اليرموك، وبقربه جرت تلك المعركة التي أوصلت الإسلام لهذا البلاد، لهذه البلاد، تلك المعركة التي حصلت في أواخر عهد الصديق أبي بكر رضي الله عنه وبداية خلافة عمر رضي الله عنه أيضا، وقادها أيضا خالد بن الوليد، وأدخلت الإسلام إلى هذا البلاد، إلى هذه البلاد لا تعرفها يا أيها الإنسان، وهي المعركة التي كانت بإذن الله سببا لدخول الإسلام إلى بلدك، إلى معرفتك بلا إله إلا الله محمد رسول الله، لا تعرف عنها شيئا. كان بعض من درسنا في الجامعة وقد توفي رحمه الله، أستاذ تاريخ، أستاذ التاريخ الإسلامي، يحدث يوما أنه كان موظفا في بعض الدوائر من قديم، من 50 سنة، فدخل يوما في قصة عجيبة كان يذكرها دوما ويسميها بقصة ذات النطاقين. قال ذات النطاقين؟ نعم، من ذات النطاقين؟ أسماء بنت أبي بكر الصديق. دخل هذا أستاذنا رحمه الله إلى هذه الدائرة في يوم من الأيام وكان يعمل فيها، فإذا رجلان من الموظفين يتخاصمان، يقول له معركة ذات النطاقين كانت معركة عظيمة. واحد عم بيقول لصديقه، ويجلس هذا الأستاذ ويستمع للحديث، قال له أين وقعت معركة ذات النطاقين؟ فقال والله لا أدري، لكن مرت معي في يوم من الأيام في التاريخ. فقال له معركة ذات النطاقين ليست معركة، وإنما هو لقب لقبت به السيدة الفاضلة الصحابية أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. ثم قال له أحب أن أروي لك طرفة قيلت من قديم. جلس رجل في بعض مدن العراق يحدث صاحبه، فقال أما سمعت إلى ما قال معاوية بن أبي شيبان؟ فقال له من معاوية بن أبي شيبان؟ فقال له أما تعرفه؟ هو ختن النبي على ابنته عائشة. ختن يعني زوج بنت، معنى الختن هو ختن النبي على ابنته، ابنة النبي عائشة. أما تعرفه؟ لعلك لا تعرف عثمان بن أبي طلحة، عثمان بن أبي علي. قال من عثمان بن أبي علي؟ قال هو ابن أخت النبي. ما تعرفه عثمان بن أبي علي؟ وتبسم الأستاذ وسكت الحاضر. هذا واقع كثير من الناس. من الخلفاء الراشدون؟ والله أنا مو سيدنا أبو بكر، مو هيك؟ إيه هاي واحد كمل بالبال. خلفاء الراشدون لا تعرفهم؟ ماذا تعرف بالله عليك؟ لا تزعل مني، ماذا تعرف؟ ما الذي تعرفه؟ شاد كيلو البندورة اليوم؟ يعني في حدا هذا؟ يعني أنزل أي طفل سيشتري سيعرف. هذا الذي يهمك؟ كثير من الناس رخصة بندورة، غلط مدري إيش، زاد هاد، قل هاد، طلع فلان، إجا. طيب ماذا يهمك كل هذا؟
قال إيه بعرف حياتك، لكن لو فرضنا ارتفعت أو انخفضت، زادت أو نقصت، ما الذي سيزيد ذلك في دينك أو في عقلك؟ ما يزيد شيئا. أما لا أعرف تاريخي، لا أعرف حضارتي، لا أعرف أصول ديني، لا أعرف أن أتلو شيئا من القرآن بشكل صحيح، ولا أريد بعد ذلك أن أتعلم، هذه والله مصيبة كبرى. ثم بعد ذلك لا قيمة للعلم كله عندي، أرمي الكتب. ثم بعد ذلك إذا درست العلم فلمطمع في الدنيا. يا أيها الناس، والله إننا في أمر مريج إلا ما رحم ربي. إن لم تعد لنا جميعا، وأتمنى أن ينقل هذا الكلام إلى غيركم، إلى من ترونه، إلى أبنائكم، إلى زوجاتكم، إلى أصحابكم، إن لم نعد إلى تكريم العلم واحترام العلم وحب العلم، فإننا سنظل في جهالة جهلاء وضلالة عمياء. ومتى وضعنا نصب أعيننا ذاك الحديث العظيم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سحل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له حتى الحيتان في الماء. أخرجه الترمذي في سننه. إذا وضعنا هذا الحديث نصب أعيننا سنبدأ بالارتقاء ولو تدريجيا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين.